العام اللي فات سي المعزب؟ وثلاثة المرات 180 ألف. وثلاثة سي مراد؟ وأنا راه فايت مليون اللي خلص عمي. وأنت عم الحاج؟ واش غنقول لك؟ أنا نهار تخلص 70 ألف 60 ألف. ولكن العام أنا كنضطر باش غنبيع في الدار ما باش غنخلي. هو الشيء طويل بجوك كتحس بالحوره هو ان الانسان كيدل الانسانيه ديالو كتحيد منه السواق الانسانيه ديال البشر الانسانيه ديالو كتحيد منه كيجي واحد كيفرض عليك ثمن ما كاينش واش من 200 درهم تخلص 4000 درهم ومن فوق هادشي بز منك ومن اللي كتدخل السوق شمكاره كيجي واحد مقرقب كيجي واحد مقرقب كيفرض عليك هو اشنو اري 50 درهم عطيه لي تولد ولدك انت كطبي يعطيه 50 درهم بز منك هو وعليكم السلام عبد الصمد الساخي كساب العرض كيقولوا كاين اكتفاء ولكن دابا باقي السوق السوق دابا حاليا مازال شويه ناقص انتما ككسابه كيفاش كتحسبوا الثمن ديال الغنم كيفاش كتبيعوا شنو المصاريف اللي خصك تديرها العام كامل بالنسبه لهذه عامين كاين الجفاف يعني بحال البهيم ديالك واخا يكونوا زايدين عندك اكثر من شاريهم وما كاينش شي دعم من الدوله اللي شي حاجه ديال سعير قليله كاين اللي وصلات وكاين اللي ما وصلاتش المنطقه ديالنا تقريبا نقول ما وصلهاش شي حاجه قليله يعني الدوله ما دخلتش عامين ديال الجفاف الكساب كيعاني في البلاد الكساب كيعاني بزاف كاع ما كاينش شي حاجه اللي البيع دابا الاسواق عندنا حنايا راه فيها تعسفات كثيره ما فيهاش القانون كاع بالكل الدوله عندنا ما كاينش قانون كاين السيبه بصفه عامه مثلا بالنسبه للاسواق ديال الباديه بحال دابا الاربعاء ديال بن سليمان الخميس ديال الكاره الحد ديال اللويزيه الطريفه اللي كاينه ديال الحولي 10 درهم في هذه المناسبه ديال العيد كيديروا 30 درهم هذيك 30 درهم هذيك 20 درهم اللي كتزاد خاص هذاك اللي كيبيع خاصو يزيدها على المواطن اللي غادي يعيد اما الا مشيتي للسواق الحافي ديال المدينه بحال مشيتي لعمل البرنوسي بالضبط وفيها السوق ديال البرنوسي ولا السوق ديال سيدي مومن بالخصوص ديال عابير كاينه الطريفه اللي كاينه ديال الحوليه 10 درهم هما كيوصلوها حتى 20000 فرنك حتى 25000 فرنك الحولي وشادين ورقه ملي كتبغي تدخل كاتبين فيها 50 درهم كاتبين لتحت خمسه رؤوس بهذيك الخمسه كاتبنا العثمانيه باش ما يعرفهاش بنادم كيعطيك الورقه ملي كتخلص راك مخلص 3000 درهم عاطينك ورقه فيها 50 درهم ملي كتدخل كياخذوها كيقطعوها تا دليل ما كيبقى عندك ومن 2016 وانا كندير محاولات باش نحبس هادشي العماله ديال البرنوسي كل عام كنعيط ليها وكان عندي التسجيل ديالها وكيقول لك غنديروا شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه العام اللي فات عيطت للعماله عيطت للولايه ديال الدار البيضاء عيطت للوزاره الداخليه راسلت النيابه العامه عيطت في التليفون قال لك صيفط لينا فاكس صيفط لي فاكس ها هو مازال عندي اكزامبل ديالو والو ما كاينش هاي هو فاكس العامل ديال البرنوسي وفاكس للنيابه العامه الرقم الاخضر اللي كيقول لمحاربه الفساد وهاد الفاكس ديال النيابه العامه الفاكس اللي صيفط للعامل ديال البرنوسي وما كاين شي حاجه عاد ما كيتزاد بالنسبه ما لا ما جاوبوناش وبالنسبه مثلا كتكون من حد السوق هو كيتزاد الاكتظاظ كتكون مثلا اليوم 3000 درهم غدا كاين الكاميوات بزاف والحديد بزاف كتوصل حتى ل 5000 درهم وهذا الشيء على من كيرجع للمواطن اللي باغي يعيد المواطن اللي باغي يعيد دابا ملي كيولي الكسام مخلص 5000 ريال على الحولي خاصو يزيدها وناس اخرين باغا دير الحولي مثلا البرنوسي ولا لسيدي مومن كتسمع بان غادي يخلص 5000 درهم على الفياج فيه 20 حولي ولا 15 حولي ما كيمشيش كيكون نقص في العرض هذاك العرض كيرجع على العياد وهذا الشيء السلطات المختصه متواطئه في هذا الشيء كتلقاه في الباب كتبغي تدخل الا قلتي لهم انا ما نخلصش عطيوني الطريفه نخلصها كيجيك البوليس كيقول لك عرقلتي السير تحالك حيد لينا من هنا كيدير يبداو يبتزوا فيك كواك اما كترجع فحالك اما انت كتكون مشارجي الحولي بز منك كتخضع كتدعن الامر ديالهم وكتخلص وكتدخل ملي كتدخل السوق مصيبه اخرى ديال الشمكاره واش دوك الشمكاره حتى هما مع السنايكيه مدعمين حتى هما بحال هما طالقين عليهم كيجيك كاين اللي كيجيك هاز جنوي فيها مترو كيوقف لك قدام الكاميو اري 50 درهم واعطيه 50 درهم ولا ما تبيعش وانت غادي برزقك في الكاميو غادي تغاوت معاه كتشوف حتى هي كتعطيه كيمشي واحد كيجيك الاخر كتكون كاع بعتي وغادي خارج
وكيحبسوك في الطريق والبوليس كيشوف هادشي. البوليس كيشوف هادشي ما كيدخلش. المخازنيات هما كيدور ما كيدخلوش، راه كيشوفوا الشمكاره، هما كتشوف الشمكاره كيتناموا معاهم، كيقول لهم حتى هما بحالهم بحالهم، يعني كيتنامى معاه كيوقف معاه كيهادي يتذاكر معاه كيعطي قيمه للشمكاره على 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 الكساب. والكساب هاد البهيم راه اكثر من عام وهو كيطلب عليهم تماره، وكيربيهم بحال مربي ولده، كيربي عليهم الكبده، وملي كيلحق كيدل في السوق كيندم لاش طلب عليهم التماره وهادشي، وكيقول العام الاخر ما نعاودش. ولكن الكساب مسكين ما عندوش البديل، ما عندوش شي حرفه اخرى اللي غادي يديرها، كل عام كيطيح في نفس الموقف. هذا الشيء راه من القدام الى السامر، ما غاداش تبقى، ما غاديش يبقى الكساب كاع يكسب. الدوله ما مدعماش الجفاف، وهذا الابتزاز وهذا الحقره اللي كيتحقر الكساب ما كايناش كاع. كيقول لك دوله الحق والقانون، فين هو الحق وفين هو القانون؟ ما كاين لا حق لا قانون، مجرد كتابات في الكتب. اما الواقع كيثبت الشيء ضد هادشي كثير، يعني كيثبت لك الحقره والسيبه ديال ايام زمان. كتقول زعما راه حنا في القرن 21، ترجع للقرن 17 والقرن 16 وربما ما كايناش هاد الحقره اللي كاينه دابا. وحنا كنطالبوا دابا بالناس المختصين علاش ما كيتدخلوش، حنا بغينا نعرفوا غير علاش ما كيتدخلوش، يعني تواطؤ. والدوله ما يمكنش ما يكونش هادشي في بالها اكثر من 20 عام، وهي بدات من 20000 مثلا، كانت هي الطريفه مثلا خاصها تكون 30000 فرنك ولا 40000 فرنك الكاميو، بداو كيوصلوا ل 1000 درهم، والعام الاخر 1500، والعام الاخر 2000، والعام الاخر وصلت ل 5000. والدوله ما في الناس المختصه ما في بالهاش، اذا راه متواطئه في الامر. وهادشي كنطالبوا الناس بالمختصين، خاصه هادشي يوصل للسلطات العليا باش يديروا حل. هادشي راه كله ضد المواطن. كيقول لك المواطن هذا العام ما عندوش باش يعيد، وهذا الشيء غيتزاد عليه، غتزاد على المواطن اكثر من 50000 فرنك في الحولي. ملي غادي انا ما نمشيش للسوق وهذاك ما يمشيش للسوق، راه يكون نقص في العرض. على من غيتزاد هذاك الثمن؟ ملي يكون نقص في العرض طبيعيا غيتزاد السوق. السلام. صبري جيلاني. منطقه. 2 طوالع مذاكره. اي كساف. شنو هما المشاكل اللي كتصادفهم؟ مشاكل بزاف اخويا، بحال كاين المشكل ديال الجفاف اول حاجه، دابا عامين ديال الجفاف، مشكل ديال العلف، بزاف ديال المشاكل هاد العام. كاين دابا الثمن اللي ما غيدير والو البهيم كيدير 35 درهم البال، اي حاجه غاليه، العلف غالي، كلشي غالي، السوق عيان، مشاكل بزاف. فاش كتمشيو للسوق كيوقفوا المشاكل وعاد ما كيزيدوا المشاكل اخرى؟ فاش ما كتمشي للسوق كاينه السيبه في السوق. الا مشيتي مثلا للدار البيضاء اش غنقول لك، سيبه بزاف، صعيبه بزاف. سيبه ديال صنك، ديال صنك بالخصوص سيدي مؤمن. حنا كنتسوقوا سيدي مؤمن، سيدي مؤمن كنخلصوا 3000 درهم، 3500. شحال البهيم؟ لا انا مره خلصت 3000 درهم على 12 بهيمه، وكاري ليها كاميو وكلشي. داكشي بزاف صراحه، ما بقى ما يدير كاع في هذه الحرفه. كيعطيوك منك تقطع، كيعطيوك ورقه باش منك كتجيب الكاميو كياخذوها لك، يعني ما عندك حتى شي حاجه، ما عندك حتى شي لا والو، كيعطيوها لك هما كاتبين فيها ما عرفتش 50 درهم ولا داك الشيء. منك كتجيب الكاميو كتبغي تدخل كياخذوها يقطعوها. لانك راه تخلص ولا ما بغيتيش تخلص؟ لا ما بغيتيش تخلص، اما تمشي بحالك اما غتصوت، اما تاكل العصا. مرارا وتكرارا الناس كتصوت، اما خلص داك الشيء اللي بغاو هما، اما سير بحالك اما غتاكل العصا. هادشي علاش؟ هادشي اللي كاين، يعني هادشي بسهل بزاف. ولي راجل وفيه النفس ما يمشيش لهاد السوق، يعني كتخلص وبز منك في خاطرك راه تمحن، لكن انت راجل كتمحن في خاطرك. شنو هي السيبه؟ نيشه الحقره، نيشه ما كاين لا سلطات لا والو. البوليس راه كاين واقف في الطريق، وداك الشيء راه كيشوف في هذا الشيء ديال الثمن، وهذه كتخلصي وما كيتدخلش. كتقول لهم ديروا لنا الطريفه نعرفوا شحال نخلصوا الراس، ما كاين حتى حاجه، اما دخل اما سير بحالك. الشيء اللي كاين ما بقيتش غادي نمشي ليه، انا من الاحسن ما نمشيش ليه، من الاحسن نبيع في الدار ولا نشوف واش غندير. ماش غنمشي دابا المشكل كتخلص صنك، ومني كتدخل عاوتاني كيجيوك شي وحدين صحاب الشطابه صحاب الشمكاره، اما راه ليا 50 درهم، الاخر يقول لك راه ليا 30 درهم، ماشي واحد ولا جوج كتصيفط، هذا كيجيك الاخر نهار كاع كله. خاصك تبقى تفرق ولا تطيح في المشاكل. هادشي اللي كاين. رساله للمسؤولين، بغيناهم يتدخلوا في هادشي. هادشي راه بزاف اصاحبي، هادشي راه السيبه اصاحبي.
عرفناش هذا القانون وما عرفناش هذا الشيء. كنطلبوا منهم دابا غير الطريفه يعلقوا لنا في الباب ديال السوق نعرفوا الثمن شحال. هذا الشيء اللي كنطلبوا منهم. هذا الشيء راه بنادم راه مضرور في هذه الكسيبه، راه مضرور فيها بزاف. ومني كيديها راه بحال بزاف كاع. كيدي دابا الراجل منك يدي كيدير كاميه ب 1000 1500 درهم باش كالي كيلحق يخلص 3000 درهم ولا 3500 وخاصك عاوتاني واحد 200 درهم ولا 300 درهم تفرق على هذوك اللي كيجيو صحاب الشطابه والشمكاره وهذاك الشيء. الا بغيتي تجي عند ولادك سالم ما عندك حتى شي بديل والو. السلام ورحمه الله. مراد صيفك كساب كسابو بيا واش الري الارض مزيان الغنم موجوده لا مازال حنا كنضطروا باش غنبيعو في الدار ولا ما بعناش في الدار ما غنبيعوهاش غنخليوها في الدار على قبل. السبب اللي مأثر علينا بزاف وهو السبب ديال الزنك. دابا الاسواق الاسبوعيه كانت 10 درهم دابا صبحت ب 30 درهم. كنمشيو لسيدي مومن عابير ما كيعلقوش لنا الطريفه كيقول لك 3000 درهم 3500 4000 درهم. لا دويتي غادني لا هضرتي معاهم وبديتي باغي تقول لي مع رقصوري ولا هذه يصوتوك تصوت ولا تهرسك الكاميو ولا الله اعلم شي سيطره سيبه ما عمريش ثنايا حوره كتحس بالحوره كتقول كضطر ما صافي انا ما بقاش ندير الغنم. السبب الرئيسي هو الزنك هو اللي كيجعلنا حنا اللي اثر علينا تاثير كبير كاع بزاف. وزاد هذا الندم اثر من جهه الجفاف من جهه هذا الوباء وعاد ولكن التاثير الكبير هو الزنك هو السوق وما معلقنش لنا الطريفه. حنا كنطالبوا باش يعلقوا لنا الطريفه القرار يتعلق ومرحبا.